السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم جميعاً. حركة نشطاء المناخ وخاصة دي لتست الجيل الأخير في حركة احتجاج واسعة اليوم في 26 مدينة ألمانية يريدون قطع الطرقات فيها في زيتس بلوكادن بتعرفوا بيجلسوا على الطرقات وبيلصقوا انفسهم في 36 موقع في المانيا وخاصه في العاصمه الالمانيه برلين وفي لايبسج ومنذ الصباح ساعات الصباح الباكر فان الشرطه الالمانيه تقوم بفتح الطرقات عن طريق يعني من الارض بتعرفوا بيقعدوا على الارض وبيسكروا الطرقات السيارات بشكل خاص بعد الحركه الاخيره في المطارات الالمانيه هامبورغ ودسلدورف بعض الاحباء بيسالوني اذا المطارات عادت للعمل طبعا المطارات بعد عده ساعات عادت للعمل بشكل طبيعي ولا لكن اليوم حركة احتجاج واسعة في العديد من المدن الألمانية العديد من المدن ولكن الآن رفع إهبة الاستعداد أيضا والمخالفات لمن يقوم بذلك لأن حركة الاحتجاج بهذا الشكل تؤدي إلى قطع الطرقات وتعطيل الحياة العامة فمثلا مدينة نونباك في أيضا في مقاطعة بايان أعلنت عن غرامات مالية لمن يقوم بذلك بقطع الطرقات والاحتجاج بهذا الشكل بدون الحصول على رخصة بمخالفة تصل إلى 3000 يورو وأيضا لمن يقوم بتنظيم عمليات قطع الطرقات بهذا الشكل بأيضا محاكمات وأيضا السجن غرامة بالسجن قد تصل إلى عام كامل في السجن وزير الاقتصاد الالماني السيد غوبيت هابك من حزب الخضر من اشهر الشخصيات ونائب المستشار الالماني في المانيا هو نفسه قال ان الاحتجاج بهذا الشكل لا يخدم الان قضيه المناخ بعد ان انتقد وزير العدل الالماني السيد بوشمان ووزير المواصلات الالماني السيد فيسينغ وايضا الان وزير الاقتصاد الالماني من حزب الخضر نفسه انتقد الاضراب او الاحتجاج بهذا الشكل من قبل نشطاء المناخ وان احتجاجهم بهذه الطريقه لا يخدم فكرة حماية المناخ الآن والإجراءات اللي تقوم فيها الحكومة الألمانية وبالعكس يعني في داخل المجتمع في ألمانيا بين الناس بيتفاقم يعني أيضا الغضب تجاه موضوع حماية المناخ والاحتجاج من أجل ذلك بهذا الشكل ننتقل الآن للموضوع التالي المستشار الألماني في آخر مؤتمر صحفي له الآن قبل العطلة الصيفية أعلن عن العديد من بدء التحديث في ألمانيا والتطوير في عدة اتجاهات شاهدنا قبل عدة أشهر شرحت أنا أيضا نقلت موضوع الخطة الشاملة للحكومة الألمانية لتحديث ألمانيا في مختلف الاتجاهات، وعاد المستشار الألماني وأكد على أن ألمانيا انطلقت فيها الآن انطلق فيها إجراءات التحديث والتطوير بشكل خاص حتى عام 2030، رح تنتقل ألمانيا إلى استخدام الطاقات المتجددة حتى عام 2030 بمقدار 80% هو الهدف. الطاقات المتجددة بشكل رئيسي يعني طاقة الرياح والطاقة الشمسية أن تغطي ألمانيا احتياجاتها بنسبة 80% حاليا الآن تقريبا نسبة تغطية الكهرباء في ألمانيا 50% من الطاقات المتجددة، أيضا سيتم بناء شبكة خطوط واسعة للهيدروجين السائل أيضا وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية بنعرف أنه كل شركات السيارات الألمانية عم تنتقل الآن تدريجيا إلى تصنيع السيارات الكهربائية والابتعاد عن محركات الاحتراق، ففي عملية تطوير في عدة اتجاهات. ايضا اعلن المستشار الالماني عن عدم رضاه عن الخلاف الذي يظهر علنا للشعب في المانيا، الخلاف داخل الحكومه بين الاحزاب الثلاثي الحاكمه على مواضيع معينه وبشكل خاص موضوع كما نعلم قانون التدفئه بالمانيا بشكل خاص الذي عليه جدل كبير ونقاش طويل وتدخل المحكمه في الاخير والان لم يصدر القانون وتم تعطيله مبدئيا فانتقد أيضا المستشار وأعلن عن أنه غير راض على أن هذه الخلافات داخل الحكومة تظهر للعلن وإنما يجب أن يتم يعني حل خلافات داخل الحكومة وإنما عندما يتم الوصول إلى حل يتم إعلان مثلا مشروع القانون وهو الشيء الذي لم يحدث في الفترة الماضية حول هذا القانون تحديدا وتطرق المستشار أيضا إلى موضوع المسابح في ألمانيا والأمن والأمان في المسابح خاصة للناس والعائلات واعتبر ان من يقوم بذلك لا يلتزم بقوانيننا ودعا الى استخدام الشرطه الان لضبط الموضوع. رح نشوف الان خلال هذا الفيديو ايضا بعض الاجراءات الجديده التي اعلنت عنها العاصمه الالمانيه برلين اجراءات مشدده فيما يتعلق بالمسابح في المانيا. ولكن قبل ذلك ننتقل الى الموضوع التالي، مدينه المانيه جديده تعلن عن السماح بالدخول الى المسابح الصيفيه والشتويه بدون ارتداء الملابس العلوية للجميع مدينة فيس أعلنت الآن أنه بناء على توصيات أيضا للجنة مختصة داخل المدينة فإن كل المسابح العامة التابعة للدولة ليس المسابح الخاصة ستقوم بتغيير الآن قوانينها الداخلية وستسمح للناس طبعا مقصود فيها عادة يعني بشكل خاص للمرأة بعدم ارتداء الملابس العلوية عند الدخول إلى المسابح في هذه المدينه، سيترك يعني للناس حريه الاختيار. ولكن مع التاكيد على انه لن يسمح بعدم ارتداء الملابس او السباحه بشكل عار يعني بشكل كامل داخل المسابح، وانما فقط الاستغناء عن الملابس العلويه، وهو ليس الاجراء الاول في المانيا، هناك مدن عديده سبقت هذه المدينه، فيسبادن ايضا باجراءات مماثله مدينه هانوفا، برلين ايضا ف إذا يوجد عدة مدن الان في المانيا بدأت تسمح بالدخول إلى المسابح لمن يرغب بعدم ارتداء الملابس العلوية دون التعرض للطرد من المسبح. ننتقل إلى الموضوع التالي وهو موضوع المسابح والأمن والأمان في المسابح الذي أصبح الآن موضوع عام وشائك يعني على مستوى المانيا على المستوى الشعبي على المستوى السياسي الآن. فهذا الموضوع الان بحاجه الى حل كبير شهدنا وصل الامر حتى الى المستشار الالماني الذي اعلن عن ايضا انه مؤيد لاستخدام الشرطه الالمانيه لضبط هذا الموضوع ولكن مدينه برلين العاصمه تحديدا وخاصه بعد الاحداث في مسبح كولومبيا ايضا هناك فانه تم بناء على اجتماع لاداره المدينه والمحافظ تم الان اتخاذ عده اجراءات الان سيتم تنفيذها الان مستقبلا متعلقه بالمسابح لضبط الموضوع الحاصل والمشاكل والشغب التي تحدث احيانا هنا وهناك في المسابح سواء الصيفيه او الشتويه ولكن بشكل خاص الصيفيه اللي عم نشوف دائما في فصل الصيف المسابح المفتوحه هكذا اشياء فمن الاشياء التي تم الاعلان عنها الان انه سيتم الدخول المسابح ومع تسجيل بيانات الشخص ومقابل ابراز الهويه الشخصيه وتسجيل البيانات بمعنى نحن نعرف انه حاليا ممكن ندخل يعني خاصه في الارياف والعديد من المدن الالمانيه نحن بندخل على المسابح بدون ما نعطي الاوسفايز يعني هن ما بيعرفوا نحن مين مواليدنا تاريخنا اسمنا كل هذه الاشياء وانما نحن بندفع فقط الدخوليه وندخل على المسبح الآن سيتم تغيير هذا الموضوع في العاصمة برلين سيس... سيسمح فقط للدخول إما لمن يحجز تيكتس أونلاين وبالتالي بيعطي بياناته الشخصية بشكل كامل وعلى البوابات سيتم تسجيل كل الناس بالهوية عند الدخول إلى المسابح النقطة التالية أيضا حرمان من يقوم بأعمال الشغب أو العنف المتكرر من الدخول إلى المسابح حيث أعلن كاي فيجنا الريجيرن ماستا في برلين الآن عن, عن انه من يقوم بهكذا اشياء يعني المشاكل والعنف وداخل المسابح باعتبار سيتم تسجيل بيانات الجميع لانه الشرطه لما بتتدخل وتاخذ بيانات الجميع مثل ما نشوف ولكن الان الكل مسجل فمعروف مين الشخص بياناته بشكل كامل سيتعرض لعقوبات وسيحرم من الدخول الى المسابح في برلين حيث قال في مسن كاسن ام يجب ان ننتبه في قسم يعني الكاسه يعني على المداخل Das Strafteat die in der Regel Wiederholungstheat sind, يعني إنه مرتكبي المخالفات اللي هن بالعاده متكررين، يعني هن نفسهم بيتموا بيعملوا مشاكل، sind garnish mea in die bäder kommen، لا يسمح لهم بالدخول إلى المسابح، إذاً سيتم أيضاً التركيز على هذه النقطة. الشيء التالي أيضا أنه سيتم أيضا الآن تركيب كاميرات مراقبة عند مداخل بعض المسابح بشكل خاص المسابح اللي فيها مشاكل عم بتصير أو صارت في الفترة الماضية وتم بذكر بشكل خاص أيضا هذا مسبح كولومبيا سيتم أيضا تركيب الكاميرات على مداخله ومع ذلك فإن رئيس اتحاد البادمايستا أو المسابح اللي يعني العاملين في المسابح بشكل خاص ايضا البي دي اس السيد بيتا اكد ان 95% من المسابح في المانيا امنه بشكل كامل من بين 6000 مسبح عام وخاص او مسابح يعني في المانيا، فبشكل عام يعني طبعا 95% من المسابح امنه بشكل تام يعني وخاصه في المدن الصغيره في الارياف يعني لا تحدث عاده هكذا مشاكل، المشاكل عم تحدث في ايام الحر الشديد، التجمع الشديد في مناطق معينه مثلا في العاصمه برلين الان عم نشوف فعم يتم يعني نقاش هذا الموضوع في عدة اتجاهات وإيجاد محاوله ايجاد الحلول له الشرطه طبعا من ناحيتها غير راضيه عن موضوع ان يتم الان استخدام الشرطه بشكل اكبر لضبط هذا الموضوع لان الشرطه اعتبرت نقابه الشرطه يعني في مدينه برلين تحديدا انهم لا يملكون مئات العناصر الذين سيتم تخصيصهم الان فقط لمراقبه وضبط الامن في المسابح هذا الموضوع صعب ولا يوجد عدد كافي من افراد الشرطه لهذا الموضوع تحديدا ولذلك شفنا الان الاجراءات القاسيه القادمه بحق المخالفين ننتقل الآن للموضوع التالي نقل إعلام الألماني أيضا عن الإعلام الإسباني عن قيام خمسة أشخاص تحديدا يعني تم ذكرهم من الجنسية الألمانية فينف في دويتش زون في مايوكا قاموا بالاعتداء على فتاة عمرها 20 سنة أيضا ألمانية في جزيرة مايوكا بتعرفوا يعني في مدينة مايوكا هناك هو هدف سياحي جدا 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 مرغوب ومحبوب للشباب خاصة يعني من ألمانيا فبتوجهوا لهالجزيرة الإسبانية طبعا هناك كل فترة ايضا نسمع عن بعض المشاكل اللي بيقوم فيها بعض الشباب ايضا الالمان هناك يعني تحت بيكونوا يعني ايضا سكرانين يعني ايضا وفي كثير عده مشاكل صارت وعده ايضا اجراءات مضادة, مضاده من قبل الحكومة الاسبانية، الان على ما يبدو ان خمسة اشخاص ايضا قاموا بالاعتداء على فتاة وتمت يعني بعدها توجهت الى الشرطة يعني وقامت بتقديم بلاغ بحقهم وكانوا مخمورين يعني بشيء الى ابعد حد هذا ما نقلته الصحف الاسبانيه ايضا تحديدا الالتيما هوغا وانه تمت وجاءت شرطه وقاموا بالقاء القبض عليهم وسيتم تقديمهم الان التحقيق معهم وطبعا ربما ايضا مقاضاتهم. طبعا باعتبار ان هذا الشيء تم على الاراضي الاسبانيه فانه يتم ذكر انهم مواطنين المان ولم يتم ذكر يعني من أي مكان من ألمانيا سواء الفاعلين أو الضحية أيضا من المدن الألمانية وهيك بنكون عملنا جولة واسعة لأهم المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته